السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السيدات والسادة، الناس الجميلة، السكر زيادة، وبالأخص الأخوات والأمهات. في الفيديو ده هقول لكم على حاجة جميلة جدا وسر من أسرار الدين العظيم ده. هي وصفة لو عملتوها لا هتحسوا بتعب ولا باكتئاب ولا بإرهاق في شغل البيت. الحكاية وما فيها إن الوصفة دي لا هتعرفوا تجيبوها من عطار ولا من صيدلية. الوصفة دي اللي قالها لنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والوصفة دي ببساطة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاله بعض السبي اللي هم الأسرى اللي جايين من الحرب. فسيدنا علي رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوز بنته عرف الموضوع ده، فراح قال للسيدة فاطمة وهو شايفها مرهقة وتعبانة من شغل البيت زي أخواتنا الجميلات اللي بيشتغلوا في البيوت، فقال لها يعني اسألي الرسول صلى الله عليه وسلم خادمة. فقالت له جميل، خلاص لما النبي يجي. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا زارهم، وهنا راحت سألها السيدة فاطمة على خادمة، فقال لها ما ينفعش. أولويات النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ما كانش ينفع أنه هو يدي لبنته خادمة، ولكن قال لها ألا أدلكما، كلام بقى للزوج وللزوجة، ألا أدلكما على شيء إن فعلتماه كان خيرا لكما من خادم. ايه رايكم لو قلت لكم على حاجه لو عملتوها يبقى احسن من الخادم؟ انت محتاج ايه اكتر من كده؟ حد بيخدمك في البيت؟ لا، انا عندي حاجه احسن من حد بيخدمني في البيت. فطبعا نعم يا رسول الله. فقال عند مضاجعكما، عند النوم تقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر، في روايه بتقول 33 وفي روايه بتقول 34. قبل النوم كل يوم نداوم على الكلام البسيط ده، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. السيدة فاطمة بتقول بعدها والله ما أحسست بتعب بعدها قط، وسيدنا علي بيقول والله ما فارقتها أبدا. فحتى حد من الصحابة بيقوله ولا يوم صفين، يوم صفين ده كان اليوم اللي سيدنا علي في حرب فيه مع سيدنا معاوية، يوم شديد جدا في حياة سيدنا علي. قال ولا يوم صفين، دوموا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقوني مش هتحسوا لا بتعب ولا بإرهاق بعد كده في البيت. السلام عليكم ورحمة الله.